الكاتب المسرحي الكبير الفنان المسكيني الصغير لإلقاء شهادة في حق أحد رواد وفرسان مسرحنا المغربي المقتدر الفنان محمد الجم. أيها الحضور الكريم، تقديم هذا الرجل ليس سهلا. الآن هو من خلال هذا الشريط استطاع أن يقدم نفسه، ولكننا يجب أن نعرف على أن السي محمد الجم اختار ما يسمى بالكوميديا. أنتم تعرفون على أن الكوميديا أصعب الفنون، أصعب من التراجيديا. لماذا؟ لأن الكوميديا تخاطب العقل، تخاطب العقل. لماذا؟ لأن هناك سلوكات يجب نقدها عقليا، ولهذا عندما يقدم هذا الرجل نوعا من الكوميديا فهو في الواقع قد خلق مدرسة متميزة في مجال الفرجة المغربية. هذا يحسب لسي محمد الجم. بطبيعة الحال الرجل قدم العديد من الأعمال كلها تحمل هذا النوع من الانتقاد الجميل، انتقاد الواعي الذي لا يشكل يعني نوع من التعب الفكري تجاه المتفرج. يعني المتلقي ينبسط وفي نفس الوقت يدخل في معالجة القضية التي يطرحها العمل المسرحي. سي محمد الجم الواقع أنه نستطيع أن نقول على أنه مر من مراحل متعددة، مرحلة الهوات، فالرجل قدم أيضا أعمال من خلال مسرح الهوات، ثم انتقل ليصبح محترفا وأيضا ليصبح أحد نجوم المسرحية في المغرب. ولا شك أن من خلال التقرير المختصر عن حياة هذا الرجل نستطيع أن نكتشف أن المغاربة محظوظين بهذا النوع من الشخصيات المتميزة التي طبعت الساحة المسرحية المغربية. كل ما نتمناه أن إن شاء الله يزيد عمره ويقدم لنا أعمال أخرى، لأن سي محمد كما تعرفون إلى جانب كونه ممثلا والرجل يكتب أيضا المسرح، فهو كاتب أيضا لمجموعة من المسرحيات الاجتماعية، فهو أيضا يعطي لما يسمى بالمسرح الاجتماعي نكهة متميزة عكس بعض الأعمال المسرحية الاجتماعية التي تحاول أن تغازل بعض المشاكل الاجتماعية. فشخصية هذا الرجل في الواقع شخصية يجب أن نفتخر بها وأن تكون نموذج للممثل الذي يعالج من خلال نكهة الكوميديا. وكما قلت لكم أن الكوميديا والرجل الكوميدي في الساحة الفنية قليل ما نجد النموذج الذي يعطي من خلال الكوميديا اللي هي كما قلت لكم ماشي سهلة تكون كوميدي، ماشي سهلة. وبالمناسبة لما كان المسرح الإغريقي أحد الكتب الكوميدية الضائعة لأرسطو هي الكوميديا، فشوف العجب العجاب أن التراجيديا اللي فيها البكاء وفيها إلى آخره أسهل من أنك تكتب مسرحية كوميدية وتشخصها وتعالج من خلالها مجموعة من المشاكل الاجتماعية، ولكن بطريقة ترفيهية، بطريقة تقرب المتلقي إلى العمل الاجتماعي. ولغة الكوميديا عند هذا الرجل كوميديا تبدو بسيطة ولكنها تتغلغل
وتحدث حجة لدى المتلقي مما يجعل هذا الرجل عنده واحد النكهة وعنده واحد الميزة تميز عن جميع الكوميديين المغاربة. وبطبيعة الحال هذا النموذج ممكن أن نفتخر به وأن نضمه إلى تاريخ العمل المسرحي والتجربة المسرحية في المغرب. وشكر لكم.